لتفاصيل أكثر عن عمليات الإجلاء ووضع الأردنيين المتبقين في قطاع غزة ينضم إلينا الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاء. سعادة السفير أهلا وسهلا بك. إذا نتابع معك الأحوال الأخيرة ولربما ما توصلتم إليه بشأن المغتربين الباقين في قطاع غزة. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. نعم سيدتي، لا زالت عملية الإجلاء التي تقوم بها وزارة الخارجية بواسطة مركز عمليات وزارة الخارجية مستمرة منذ بداية تشكيل خلية الأزمة. كما كنت أعلمت في السابق، هناك فريق من السفارة الأردنية متواجد أمام المعبر من الجانب المصري، يقوم باستقبال جميع الأردنيين الذين يخرجون من المعبر ويتم إجلاءهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن. أعداد الأردنيين الذين تم حصرهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر لغاية اليوم بلغ 741 أردني من المقيمين والمتواجدين في غزة. عملية الإجلاء أجلينا أعداد لا بأس فيها منذ بداية الأزمة. في السابق أجلينا حوالي 270 مواطن أردني. بالأمس في ساعة متأخرة من مساء أمس أبلغتنا سلطة المعابر بالموافقة على 229 اسم من المواطنين الأردنيين المقيمين في غزة. وقام مركز عمليات وزارة الخارجية بإبلاغ جميع المواطنين التي ذكرت أسماءهم، وهم من القوائم المسجلة عندنا ضمن قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الخارجية مركز العمليات. قمنا بإبلاغهم بضرورة التوجه إلى المعبر، حيث سيكون في استقبالهم فريق السفارة الأردنية في مصر. هذه العملية معقدة جدا لصعوبة الظروف الموجودة هناك. لم يتمكن ال 229 من الخروج هذا اليوم، فتستمر عملية الإجلاء إلى الغد. لا زال المعبر مفتوح للآن ولا زلنا نستقبل المواطنين. سيتم إن شاء الله الإعلان عند إغلاق المعبر هذا المساء، سيتم الإعلان عن الرقم النهائي وعدد المواطنين الأردنيين الذين خرجوا من المعبر والذي سيتم تأمينهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن. نعم. هذه العملية طبعا أنا كنت أعلنت في السابق، هي عملية صعبة جدا تعمل فيها جميع أجهزة الدولة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة المخابرات ومركز الأزمات، وأيضا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان التنسيق وتقديم كل الدعم المطلوب لتأمين خروج المواطنين وإعادتهم إلى المملكة حسب التوجيهات الملكية الثانية لمولاي صاحب الجلالة المعظم. نعم، إذن عندما نتحدث عن أبرز المعيقات في ذلك هي وصول هؤلاء المواطنين الأردنيين إلى المعبر نتيجة طبعا القصف المتواصل والغارات الإسرائيلية المتواصلة وعدم توفر لربما المواصلات وكذلك أيضا سبل الاتصال. نعم صحيح صحيح، يعني للآن موضوع الهدنة لم يتم العمل به من الجانب الإسرائيلي بالشكل الصحيح. المواطنين يعني عندما يخرجون يكون هناك مخاطرة، في بعض منهم يكونوا في أماكن بعيدة جدا يتعذر الوصول. أنت تعرفي هناك في لا يوجد وقود، يتعذر الوصول إلى المعبر. حتى عند الوصول إلى المعبر هناك مشكلة لأن الازدحام كبير. يعني نحن أعلنوا 229 أردني ولكن هناك أيضا جنسيات أخرى، فيكون هناك ازدحام كبير في الدخول إلى المعبر. وقضية المعبر نفسه هناك يعني العملية غير منظمة، الازدحام موجود، صعوبة الوصول. هناك ناس يعني بيكون بحاجة إلى مساعدات طبية، يعني الأمور ظروف صعبة. كان هيك نحن مستمرين في عملية الإجلاء إن شاء الله على شبه يوميا، موجود مندوبين من سفارتنا على الجانب المصري يستقبلون اي شخص يخرج، لكن نتوقع ايضا ان يكون اليوم يخرج عدد لا باس فيه، وغدا ايضا ان نامل ان يكون العدد بالكامل يكون قد خرج. نعم، نثمن لكم هذه الجهود وبانتظار وصولهم جميعا بالسلامة. شكرا جزيلا لك الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاء.